بمناسبة الانتخابات، انتخابات الاتحادات الرياضية في الفترة الحالية، واللي تقريبا احنا كل حلقة بنتكلم في الموضوع ده، وكمان استعدادات النادي الاهلي رجال لكرة الطائرة والزمالك سيدات لكرة الطائرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفتهم أبطال أفريقيا، مشاركتنا الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفوز الأهلي كمان بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد، والفرحة الكبيرة اللي كلنا عشناها إن فريق مصري يحقق مركز زي ده ويفوز على العملاق البرشلوني أو العملاق الإسباني برشلونة. كل ده خلاني أفكر في جزئية بسيطة جدا، وإحنا ما زلنا في الرياضة المصرية بنفكر في التفوق الإفريقي بس، ولا عندنا خطة علشان التفوق العالمي والأولمبي؟ طيب هو تركيزنا الحالي ازاي نحافظ على قمة الرياضة الافريقية والعربية ونقول دايما احنا ابطال افريقيا وابطال العرب ونفضل في النقطة دي ومفيش تغيير بعد كده والامور كده تفضل ستيبل تفضل تمام، ولا لازم ناخد خطوة نحو العالمية في العاب بتكتفي انهم ابطال افريقيا؟ يقول لك احنا ابطال افريقيا، طب على المستوى العالمي انت فين؟ مش موجود، تنافس منافسة بتكون صعبة. طب ايه المطلوب علشان ما يبقاش كلام وخلاص وتنظير؟ انا بتكلم بس كده برضو بالنصيحة زي ما بننصح في ملعب الابطال. عايزين تنافس عالمي، وفر امكانيات. طيب ما الدولة وفرت امكانيات. عايزين بطولات عالم في مصر، مصر نظمت تقريبا تلت بطولات العالم في السنوات الاخيرة في الالعاب المختلفة. عايزين معسكرات خارجية، تفضل عندك معسكرات خارجية. عايزين نشارك في بطولات كبيرة عالمية، تفضل شارك، دولة ما تأخرتش في حاجة. عايزين خبراء أجانب للمنتخبات، مفيش مشكلة، تفضل. عملة أجنبية، تفضل، كله موجود. إيه اللي ناقصنا؟ لما الدعم ده كله موجود وبالطريقة دي، يبقى إيه المطلوب منك كاتحاد؟ مطلوب من حضرتك هو التطوير، هو تطوير اللعبة، هو يعني زيادة سقف الطموح شوية. في اتحادات عايشة على بطولة افريقيا وبطولات العربية وتعشت حلوة وكده، احنا كويسين جدا وزي الفل. ما عندوش طموح، ما عندوش خطة انه يقدر ينافس على مستوى عالمي. مفروض اي تفكير حالي او اي برنامج انتخابي لاي مرشح او اي قايمة هو خطة عمل للمنافسات العالمية، ازاي اوصل للعالمية، اقول هعمل كذا بالطريقة دي علشان احقق كذا بعد سنتين او ثلاثة على مستوى العالمي، وبعد 4 سنين هحقق كده، وبعد 10 سنين هحقق كده، وهدفنا الوصول للنقطة دي. النقطة دي اللي بنتكلم عليها النقطة العالمية مش الافريقية، لان في زي ما حضراتكم عارفين في العاب احنا في افريقيا بناخد كاس البطوله واحنا في الطياره قبل ما نوصل الدوله، احنا عارفين رايحين واخدينها. فين انت بقى على المستوى العالمي؟ nothing. فين انت على المستوى الاولمبي؟ مش موجود. طب ليه؟ المفروض من دلوقتي، طبعا في اتحادات خلاص بدات الانتخابات وفي اتحادات لسه ما بداتش، زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت، يعني 2 أو 3 من المرشحين الرئاسيين على انتخابات رئاسه الاتحادات نزل على السوشيال ميديا برنامج او خطه تطوير. كويس جدا، طب فين بقيه المرشحين؟ في مرشحين داخلين المره الثالثه ولا الرابعه، مفيش برضه، هو بنفس الطريقه. انا داخل مظبط اصوات الجمعيه العموميه هخش ابقى رئيس الاتحاد. وبعد نقطة من أول، هتعمل إيه؟ ولا قال أي حاجة. طب هل الجمعيات العمومية، هل الأندية لما بيجي لك رئيس الاتحاد زيارة أو الراجل اللي مرشح لرئاسة الاتحاد زيارة والقائمة بتاعته، هل بيديك برنامج يقول لك دي خطتنا إن شاء الله لو نجحنا هنعملها؟ عشان كده بقول لك حط لي صوتك علشان أنا هطور وهعمل بالطريقة دي؟ أعتقد لأ، مش كله عامل كده. هل في يعني رئيس اتحاد طلع كده عمل فيديو على السوشيال ميديا قال يا جماعة انا خطتي في الدورة اللي هقعد فيها 1 2 3 4
بوعدكم ان انا اعمل 1 2 3 4، فعلشان كده بطلب من الجمعيه العموميه تنتخبني علشان انا هعمل طفره وتطور في اللعبه. ما شفناش، ولو كان حصل كنا عرفنا، كنا شفنا. يعني زي ما قلت انا شفت 2 بالظبط اللي عملوا، ممكن او اللي وصلوا لي على السوشيال ميديا. طيب ايه المطلوب؟ ونتمنى من اللي داخلين بقى الانتخابات او الانتخابات لسه ما بداتش، عندك السوشيال ميديا حضرتك لو سمحت نزل كده برنامج او البرنامج اللي انت هتشتغل عليه في ال4 سنوات اللي جايه. ده طلب. اللي هيعمل اهلا وسهلا طبعا، احنا عيننا على راسنا. علشان بعد كده لما حضرتك ما تحققش حاجه او حضرتك ما تحققش البرنامج ده يبقى في حساب. لان زي ما احنا عارفين ان العمل التطوعي، ان الاتحادات عمل تطوعي. لازم كل اتحاد يقدم، او كل واحد داخل رئاسه الاتحاد يقدم مع قائمته البرنامج الذي سيعمل عليه من اجل تطوير هذه الرياضه.